مشاهدينا الكرام، واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج فيستوك. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وكل عام وانتم بخير. كل سنه وانت طيب يا عبد المنعم. كل سنه وانت طيب يا جهاد، وكل سنه والشعب المصري بخير والامه العربيه الاسلاميه، وان شاء الله دايما باذن الله كده في فرحه وسعاده وسرور، وان شاء الله السنه الجايه نكون في وضع احسن باذن الله كتير كتير جدا، ونعود لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله يا جهاد. ان شاء الله يا عبد المنعم. قالوا نموت ولا يدخل مصر خسيس وجبان، رحم الله شهداء الوطن والواجب الذين ضحوا بأنفسهم فداء للدفاع عن أرض مصر. لن ننسى الشهيد أحمد المنسي وزملائه رحمهم الله. الحقيقة طبعا أنا بعيدا بقى عن المسلسلات وبعيدا عن القصة اللي حصلت في رمضان، الموضوع طبعا هو موضوع جميل جدا. الشهادة مش أي حد بياخدها يا جماعة، بياخدها دايما اللي ربنا بيختارهم، الناس الكويسة، الناس اللي فعلا أدوا رسالتهم في الحياة زي المنسي والناس اللي شبهه كتير. الحقيقة أنا فخور جدا بأن أنا محافظة الشرقية، لأن محافظة الشرقية الحمد لله طول عمرها بتنجب ناس جميلة جدا، ناس سواء علماء أو ضباط أو غيره، ناس جميلة جدا جدا جدا. الحقيقة أنا فخور جدا بأن أنا من أبناء محافظة الشرقية، لأن أنا بفتخر حاليا بأن المنسي طبعا من محافظتي. الحقيقة موضوع جميل جدا إجهاد، وشعور يعني جميل جدا بالنسبة للحقيقة. بالظبط يا عبد المنعم، وطول عمرنا عارفين قد ايه دور الجيش المصري مهم جدا في حياتنا، وان هو بيكون سبب في ان هو بيحمينا، وان هو دايما بيحسسنا بالامان. ولكن جه مسلسل الاختيار واكد لنا الكلام ده ووضحه لينا بصوره اكبر، خلانا كمان نشوف كل حاجه كانت مش واضحه لينا، وخلانا نشوف كل حاجه كانت بتحصل واحنا مش عارفينها. كمان الموضوع ده خلى ان الاطفال الصغيرين بقى عندهم روح وطنيه، وبقوا فاهمين يعني ايه استشهاد، وفاهمين يعني ايه الجيش المصري، وبقوا عندهم روح الوطنيه اللي تخليهم عمالين يقولوا احنا عايزين لما نكبر نكون من الجيش المصري ونقول الشهاده. الحقيقه المسلسل ده كان مسلسل عظيم جدا. بالظبط. طبعا احنا كلنا تابعناه بكل احداثه، هو مسلسل يعني هو نقدر ان هو وصل نسبه كبيره جدا من الحقيقه او من الواقع اللي حصلت في الفتره دي، لان احنا فعلا كنا في فتره صعبه، بس بفضل ربنا وبفضل قيادتنا وبفضل الناس اللي بتفكر وبفضل الناس اللي بتخاف على البلد، رجعنا وقفنا تاني على رجلينا، واثبتنا للعالم كله ان مصر عمره ما هياخدها لخسيس ولا خاين اجهاد. بالظبط يا عبد المنعم. خلينا بقى نروح لحاجه مهمه جدا، وهي اجواء العيد النهارده في مصر. طبعا احنا كلنا عارفين ان العيد السنه دي مختلف تماما عن اي عيد فات، والسنه دي فعلا مفتقدين الشعور بالبهجه والفرحه، علشان ما فيش صلاه العيد اللي هي اصلا بتكون سبب البهجه والفرحه لينا. ولكن طبعا كلنا عارفين ان ده امر خارج عن ارادتنا، وان احنا في ظروف طارئه، ولكن بعض الناس ما التزمتش بده ونزلت وادت صلاه العيد. الحقيقه للاسف يعني موضوع مؤسف. يعني احنا الدوله احنا قلنا قبل كده وقررنا، وزمايلنا الاعلاميين برضو قرروا، يا جماعه اقعدوا في بيوتكم، بلاش نزول الشارع، بلاش صلاة عيد. طب يعني انت ليه تنزل وتنشر العدوى؟ ما احنا قلنا ان احيانا بيكون في شخص مريض بكورونا وربنا بيشفيه بدون اصلا يحس باي اعراض. ووزاره الصحه العالميه قالت ان في 85% من المصريين اجهاد جالهم كورونا وشفيوا بدون علاج، فاحنا نقعد في بيوتنا. بس خلينا متفقين برضو يا عبد المنعم ان الفرحه والبهجه والشعور بالعيد مش بيجي غير بصلاه العيد، لكن ده مش معناه ان احنا ننزل ونخالف القوانين ونخالف التعليمات اللي احنا المفروض ان احنا نعملها علشان نحافظ على نفسنا وعلى اهلنا وعلى اولادنا. ولكن الشعب المصري دايما بيتميز بطابع كده مختلف عن اي شعب تاني، وهو ان هو ما بيحبش القيود، ما بيحبش حد يقيده، كمان ما بيحبش ان حد يقول له لا، دايما بيحب ان هو يمشي بالعادات والتقاليد اللي تريحه. هو طبعا الشعب المصري شعب دايما ماشي بمبدا سيبها على ربنا، او بمعنى اخر فك، او عفوا عك وربك يفك. هو الشعب المصري شعب كده، شعب زي الفل وسيبها على ربنا على طول. لكن احنا طبعا لازم نتبع تعليمات الدوله ونتبع الجهات المسؤوله عشان نعدي ان شاء الله من الازمه دي. يا جماعه خليكم في بيوتكم، بلاش خروج، بلاش تجمعات، بلاش زياره اصدقائك، اتكلم على الفيسبوك معاهم، اتكلم على جميع وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما تتكلمش طبعا يا جهاد طبعا ما يعني بلاش تجمعات او بلاش خروجات خالص خالص في العيد ده تماما، عشان ان شاء الله نعدي الازمه دي باذن الله. كمان امبارح كان في خبر للاسف هو زعلنا كلنا، وهو اصابه الفنانه رجاء الجداوي بفيروس كورونا، وتم نقلها الى الحجر الصحي. الحقيقه طبعا هو خبر مؤسف جدا جدا جدا. هي فنانه عظيمه جدا، فنانه يعني ليها باع طويل وتاريخ طويل جدا في طبعا في التمثيل او في الدراما المصريه، عملت ادوار كلها ما شاء الله عليها ادوار محترمه وادوار جميله جدا جدا جدا. ان شاء الله بتمنى لها الشفاء العاجل وتعود مره اخرى ان شاء الله لصحتها وعافيتها. طبعا هي من مواليد محافظه الاسماعيليه، وان شاء الله يا جهاد باذن الله يعني تعود سريعا، واتمنى لها الشفاء ولكل ان شاء الله مصابين بهذا المرض اللعين
بإذن الله يا عبد المنعم. معانا فيديو يا شباب عن مسلسل الاختيار، كان فيديو عامل ضجة كبيرة جدا في السوشيال ميديا الفترة اللي فاتت. جاهز يا شباب؟ لو معانا فيديو يا جماعة نطلعه، لو الفيديو جاهز معانا نطلعه.